لنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة سهير لطفي، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا. دكتورة سهير مساء الخير، أهلا بك معنا. مقترح قانون إذن لتجريم زواج القاصرات، عقوبات بالسجن وبالغرامة بحق المأذون أو من تقع عليه مسؤولية توثيق الزواج. إلى أي مدى هناك حاجة فعلية للموافقة على هذا القانون وإقراره؟ إحنا في أشد الحاجة للقانون، لأنه هو يحد إلى حد كبير من انتشار وتفاقم مشكلة زواج القاصرات، وخصوصا في المناطق النائية وفي الجنوب وفي القرى. والفكرة إن هم بيتحايلوا على القانون إنهم بيعملوا زواج عرفي، وبعدين بعد كده لما القاصرات يبلغوا سن المقرر قانونا فيبداوا يوثقوا لهم الجواز الرسمي. هو في قانون كان بيجرم فعلا وبيعاقب المأذون اللي هو بيعقد قران القاصرات وكده، ولكن اللي ما كانش في الانفاق، مشكلتنا في انفاذ القانون. هما دلوقتي بيحاولوا انهم يشددوا العقوبات، وتشديد العقوبات يكفي، لان ما زال التحايل. تشديد العقوبات مع انفاذ القانون والعداله يعني والانجاز. طيب دكتوره، انتشار هذه الظاهره الخطيره في المجتمع المصري بالذات، ما سببها؟ ما دور الوعي المجتمعي في ذلك؟ هقول لك، هي دي النقطه اللي كنت عاوزه اتكلم عليها. اتفضل. لان دلوقتي دايما الام والاب لما تكلميهم عن الاولاد، نمره واحد بيحسوا ان الاولاد دول اقتناء، مش من حقك تتكلمي عنهم. حتى لما في الشارع بنشوف ام بتضرب ابنها او بنتها الصغيره، لو انا تدخلت وقلت لها لا ده غلط تقول لي ابني وانا حره فيه. فهنا عشان كده دي اول عقبه بتقابلنا، ان الاولاد اقتناء. تاني عقبه تانيه ان هم دلوقتي بيبقوا عاوزين زواج القاصرات بيعود عليهم بعائد نفسي، انهم استريحوا من مشكله البنت وشرف البنت، والبنت ممكن يحصل لها حاجه، وفي نفس الوقت استريحوا من عبء مادي ان في حاجه اتشالت من عليهم، لان طبعا دي بتبقى في الناس البسطاء اتشالت عليهم في المصاريف. فدي برضو حاجه بتعيش. الحاجة الثالثة بقى برضو هي انهم بيحبوا العزوة، ان البنت لما تتجوز هتجيب اولاد والعيلة تكبر وهيبقى في، فدي من ضمن الحاجات اللي طيب يمكن ان يتم يعني ربما التريث الى ان تصل الى سن الزواج، ليس وانها قاصر الوصول الى ذلك. لكن فيما يخص هذا القانون اذا ما تم اقراره، الى اي مدى تجدين بانه سيكون فعلا رادع لهؤلاء؟ مش هيكون رادع الا لما يكون في انفاذ حقيقي نمره واحد، ويكون في مسؤوليه اجتماعيه انهم يبلغوا عن الحالات عشان يساعدوا انفاذ القانون. وبعدين القانون بمفرده لن يستطيع، ولكن ضروري تغيير الثقافه، وتغيير الثقافه مش احنا نقول لهم لا ما يصحش وكذا. طيب كيف؟ يعني نتحدث بانه ربما المسؤوليه المجتمعيه او الوعي او هذه الثقافه اذا ما تم تغييرها ربما تكون تؤسي ثمار اكثر من القانون او اكثر من العقوبه. كيف ذلك؟ في خطوات دكتوره؟ اكيد هو ده المسؤول. وبعدين ضروري يعرفوا الاضرار، لان هم محدش واعي على الأضرار الصحية والنفسية على البنت وعلى الأولاد اللي بتجيبهم البنت. وفي مفهوم خاطئ إن البنت أول ما يحصل لها علامة البلوغ تبقى صالحة لأنها تجيب أولاد وتتجوز، وده خدعوكم فقالوا، لأن ضروري الرحم يتكون، والرحم بيكمل التكوينة بتاعته ويصلح إن هو إنه يجيب أولاد وكده بدءا من سن 18 سنة، ويفضل سن 20 سنه. كل المعلومات دي مفقوده ومحدش عنده المعلومات دي. فهي عاوزه حاجه على ارض الواقع، والاطباء يشتغلوا معانا، والعيادات اللي تحت السلم تتقفل، وكل الكلام ده اللي احنا بنقوله. تبقى في ثقافه ايجابيه. نعم دكتور.
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا دكتورة سهير لطفي، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.